ويلكم تو امريكان بولس. مساء الخير عليكم وحلقه جديده من برنامجكم برنامج النبض الامريكي. طبعا الاحداث سخنه جدا وتطورات بالساعه وبالدقيقه كل يوم في الحرب الاوكرانيه الروسيه او الروسيه الاوكرانيه. يمكن احد المؤشرات او حزمة العقوبات اللي لوحت بها الولايات المتحدة الامريكية قبل دخول بايدن لاوكرانيا ادته شجاعة بشكل او باخر انه يدخل، لانها ما كان يعني بالنسبة له لما حسبها يعني ما كانتش عقوبات بالمنظر اللي تخليه يمنع انه يعني يحتل دولة بأكملها. ولكن التعاطف العالمي والامريكي في هذا التحديد يعني مع الشعب الاوكراني جعل ضغوط شديدة جدا على الادارة الامريكية وعلى صانع القرار في واشنطن انه يتم اتخاذ قرار بمنع استيراد الطاقة من روسيا. ويمكن الكلام دوت قلنا لحضراتكم في الحلقة اللي فاتت انه كان في نوع من الكريتيسيزم او النقد للإدارة الحالية ان هي فرضت عقوبات على وسانكشنز على الناس المواليين لروسيا والأوليغارش والناس اللي هم قريبين من السلطة في روسيا وبعض البنوك وليس كل البنوك في روسيا. ولكن أوريجينالي في الأول ما شالتش روسيا من السويفت، من نظام السويفت العالمي، ما عملتش أي عقوبات. ويمكن حتى الرئيس الأمريكي جو بايدن في أول كام مرة اتكلم فيهم عن هذه العقوبات قال ان العقوبات ديت was designed ان هي ما تلمس استيراد الطاقة، يعني ما كانش استيراد الطاقة هيبقى عائق عشان هو عارف ان دوت هيأثر بشكل كبير جدا في على المواطن الامريكي وفي ضخ البنزين يعني. ففوجئنا لما صعدت روسيا الفترة اللي فاتت او الاسبوع اللي فات من عدم رغبتها في التفاوض وعدم الوصول الى اتفاق معقول وعدم وقف اطلاق النار، فتم الحقيقة استفزاز الادارة الامريكية وخرج، وبالضغط الشعبي الامريكي والضغط من الشارع يعني الناس كلها تعاطفت مع اوكرانيا، فقام الرئيس الامريكي بفرض حزمة عقوبات جديدة وهي مباشرة لمنع استيراد اي نوع من انواع الطاقة من روسيا سواء كانت اويل او جاز، يعني اللي هو يعني الغاز او البنزين. نشوف الرئيس الامريكي في البيت الابيض لما خرج والقى او announced هذه العقوبات على روسيا. Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. زي ما حضراتكم شفتوا ان الرئيس الامريكي اقر بعقوبات حزمة عقوبات جديدة على روسيا، ودوت يمكن اثار يعني موجة من الترحيب بين أفراد المواطنين الأمريكيين، لأنه كان في نوع من الأثيكال أو المشكلة الأخلاقية إن إحنا عارفين إن روسيا يعني بتهاجم أوكرانيا بهذا الشكل ولسه الولايات المتحدة الأمريكية بتستورد منهم 700 ألف برميل كل يوم من النفط، وطبعا كانت مشكلة يعني. فالحقيقة يمكن دوت قوبل بالترحاب، ولكن على الجانب الآخر من روسيا فوجئنا ان احنا سمعنا عن ضرب مستشفى للأطفال او الولادة يعني للأطفال الحديثة. والحقيقة يمكن خرج الروس وقالوا ان احنا ما عملناش دوت وديت مش حاجة احنا نعملها، يعني طبعا دي مشاكل حروب ان احنا ما بنبقاش
يعني ما فيش مصدر موثوق تقدر تعرف منه، يعني الحقيقة واضحة تماما ان تم ضرب المستشفى. مين اللي ضرب المستشفى؟ يعني من المفروض ان المعادي هو اللي بيضرب، يعني مش صاحب المكان. ولكن يعني في ناس كانت بتقول انه ديت مشكلة عشان يستعطفوا الأوكرانيين العالم كله. طبعا العالم كله شايف، وطبعا الرئيس الأوكراني زيلنسكي صامد تماما. يمكن كان في كلام في الفترة اللي فاتت ان بوتين مش عايز يختاله، مع ان اتقال في الأخبار بشكل كبير انه نجا من اكتر من دازن، اكتر من 12 محاولة اغتيال من الروس. ولكن اتقال ان بوتين عايزه حي، وده بدليل انه طلبه من هذا الطلب طلبه، يعني هو مش عايز يقتله، عايز يمسكه ويحاكمه يعني. ففوجئنا طبعا بهذه المشاهد الحقيقة تدمي لها القلوب يعني. بغض النظر بقى، عشان يمكن انا يعني كتبت تعليق من يومين على الفيسبوك، وانا مش الناس اللي بتكتب كتير على السوشيال ميديا، ولكن قلت لما ضرب المفاعل او جنب المفاعل كان شيء خطير جدا، انه لو ده تم من الرئيس الروسي فهو فقد ثوابه، لانه ممكن يدمر اوروبا كلها، يعني مش يدمر اوكرانيا. وطبعا ناس كتير هجمتني وقالت لا انت مش عارف الحقيقه، بتسمع من كلام واحد. ولكن انا بقول بغض النظر مين اللي صح ومين اللي غلط في هذه الحرب، للاسف في خسائر ارواح وفي ناس بتموت، وهي ديت المشكله اللي تهمني. بغض النظر مين اللي عنده الحق في هذه الحرب ومين اللي هيكسبها في الاخر، أنا مشكلتي مشكلة إنسانية، ومشكلة الناس اللي اتشردت، ومشكلة الناس اللي ملهاش مأوى، ومشكلة الناس اللي بتموت في الشوارع. يعني بغض النظر طبعا السياسة ليها أبعاد أخرى، والبيكتشر أو الصورة ليها أبعاد مختلفة، وهنخش في التفاصيل في هذه الأبعاد في خلال الحلقة وفي خلال تغطياتنا القادمة. ولكن أنا بس حبيت أن أنا يعني أوضح النقطة ديت بشكل كبير. أنا ضد الحرب أينما كانت، يعني أنا أعلم تماما أنه يعني أحيانا زي ما كان بيتقال كده مثل، ربما لا تريد الحرب فهي الحرب تريدك، ولكن الحرب تريدك. ده I understand في بعض الملفات، يعني أفهمه كويس أوي بعض الملفات، وخاصة لما يبقى تدمير منشأة مدنية أو تدمير كوبري أو تدمير سد أو تدمير حاجات من الحاجات دي، يعني أتفهم الوضع. ولكن قتل ناس عمد دوت الحقيقة لا أتفهمه ولا أجب أنا أتفهمه. يعني لازم نحاول كلنا أن احنا نفكر بشكل ازاي نخرج من هذه المحنة ومن هذه الورطة، وخاصة هذه الورطة وليس فقط للدولة الروسية، هي للعالم كله. لانه لو بوتين عند وابتدى يصعد هتبقى مشكلة، يعني ممكن ديت تتقلب لحرب عالمية ثالثة، وممكن تبقى حرب نووية وتبقى مشكلة. ان شاء الله ما نوصلش لهذه المرحلة، ولكن من الواضح ان احنا ماشيين في هذا الاتجاه. بعض العقوبات الاتحاد الاوروبي بقى وبعض الدول في اوروبا زي بريطانيا فرضت عقوبات على الأشخاص الأوليغارت اللي هم قريبين من السلطة الروسية وقريبين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ويقال يعني أنه زمان لما كان بوريس يلسن كان في السلطة، لما عيه وكبر كانوا الناس دول اللي هم الحاشية يعني ابتدوا يعدوا حد تاني، فجابوا فلاديمير بوتين لحد ما بقى هو يعني فوقيهم يعني. وفي الأول هم اللي قعدوا، ده الكلام اللي بيتقال في الإعلام، ونكرره حضراتكم عشان بس تبقوا عارفين. ولكن هو يعني مسك بقبضة من حديد وشبه يعني بعدهم عن، قال لهم انتوا عايزين تعملوا فلوس اعملوا فلوس، بس انتوا مالكوش دعوة بقى بالسياسة والدنيا تمشي ازاي. فشفنا بقى في ضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية ومن إنجلترا ومن العديد من دول الاتحاد الأوروبي على هذه الشخصيات. وآخرها كان في نادي تشيلسي البريطاني، ودوت نادي مشهور جدا، يمكن بتفرج على تشيلسي ضد ليفربول والحاجات ديت. ويمكن كان في أخبار متداولة في الشهور القليلة الماضية أو يمكن الأسابيع انه صاحب النادي دوت كان عايز يبيعه. وعلى فكرة كان في خبر ان احد المصريين رجال الاعمال كان عايز يشتري هذا النادي، وكان في كلام على بيع هذا النادي، ولكن تم هذا البيع، تم وقفه تماما
بعد هذه العقوبات ده كمان العقوبات بس مش على بيع النادي ده، هو يعني العقوبات بتبقى شكلها اصعب بكتير. يعني يقول لك اللي معاه تيكتس اللي اشترى اوريدي تذاكر لمشاهده المباريات خلاص هيروح يحضر المباريات، لكن مفيش تيكتس جديده هتتباع. الشوبس المحلات اللي جوه النادي اللي هي الحاجات اللي بقى في البريكس الناس بتروح تشتري اكل وشرب وحاجات من دي ممنوع تتفتح، الجيفت شوب ممنوع يتفتح. لما الفريق يسافر اكتر حاجه يقدر يصرفها 20,000 يورو او 26,000 يورو تقريبا، يعني معناها ان هم ما يقدروش مثلا يسافروا على برايفت جاتس، لازم ياخدوا تذاكر ايكونومي عاديه او يركبوا اتوبيسات او حاجات زي كده. يعني تضييق هناك بشكل كبير جدا جدا جدا. احنا شفنا كمان كان يمكن في خبر كان في واحد تاني جينيان بيزنس مان، واحد من غانا، رجل اعمال مصري ورجل اعمال غيني، كان عايز يشتري تشيلسي، وطبعا الكلام ده وقف تماما. واحنا بنتكلم ان تشيلسي بيتباع، يعني احنا بنتكلم في 3 مليار دولار ولا حاجات كده، يعني ما بنتكلمش في ارقام بسيطه، يعني ده نادي كبير جدا. فتخيلوا بقى وضع مؤسس النادي وصاحب النادي ان كل الاسيتس بتاعته تقف وتتفرز، يعني كل ما هو يمتلك يمنع التعامل مع الشخصيات البريطانية، يعني لو في بيع وشراء في أي حاجة تانية ممنوع، لو في شركات تقف كل الأسيتس بتاعته. طبعا دي نوع من أنواع الضغط على بوتين، بس هل السؤال اللي يطرح نفسه، هل بوتين كان عارف إن ده هيحصل، وهل الناس اللي حواليه دول هي support him أو هيدعموه إلى ما لا نهاية، ولا في وقت نبتدي نسمع إن في ناس ابتدت تنقد هذا العدوان أو هذه الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا. طبعا على الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية وحزب الناتو في مأزق كبير جدا، لأن هم في موقف لا يحسدوا عليه، لأن هم بيحاولوا عايزين يساعدوا أوكرانيا من غير ما يتدخلوا بشكل مباشر، لأن يمكن بوتين قال أي مساعدة في الحرب هو يعتبره إعلان حرب وعدوان مباشر على الدولة الروسية. فإحنا شفنا أمريكا قالت إن ما عندهاش مشكلة إن هي تدعم أوكرانيا بطيارات، ولكن الطيارات ديت ما تبقاش جاية من القاعدات العسكريه الامريكيه. فجت بولندا قالت انا ما عنديش مشكله ادي الطيارات، بس الطيارات تروح لامريكا وامريكا تبعتها بمعرفتها لاوكرانيا. وسافرت نائبه الرئيس هاريس، فايس بريزيدنت هاريس، راحت لبولندا عشان في الوقت دوت تحاول تنسق الكلام دوت، ولكن خرج البيت الابيض وخرج البنتاغون وجون كيربي من البنتاغون زي ما حضراتكم شايفين، ولغى هذه الفكره وقال ان دوت عمل يعني فيري سنسيتيف، حساس بشكل كبير، انه امريكا مش هتقدر تبعت هذه الطائرات. ده بعد ما كان بلينكن الوزير السكرتري اوف ستيت او وزير خارجيه الامريكا اكد ان الكلام دوت ما عندوش فيه مشكله ويتم التنسيق مع البارتنرز او حلفاء الولايات المتحده الامريكيه في اوروبا. ولكن تصريح بولندا جه بشكل مفاجئ، ويمكن المتحدثين عن وزاره الخارجيه اقروا ان هم كانوا غير مستعدين ولم يتم التنسيق معهم قبل هذا الاعلان. ويعني في الاخر وصلنا لمرحله ان الولايات المتحده الامريكيه رفضت ان هي تبقى وسيط في نقل تلك الطائرات الحربية إلى أوكرانيا. وشفنا يمكن في أحد الصحف الأمريكية في نيويورك تايمز المشهورة جدا أنه في تقرير عن هذا الكلام، وقالوا أنه أمريكا مش هتقدر، يعني بولندا عرضت بشكل كبير أنه الولايات المتحدة الأمريكية تبقى وسيط في هذا الترانزاكشن أو هذا التواصل مع زيلينسكي أوكرانيا وتوصيل هذه الطائرات. وقالوا حتى يمكن أنه أوكرانيا ما عندهاش مانع تبعت الطائرين بتوعها إلى بولندا أن هم يطيروا الطائرات ديت للولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية عن طريق وزير الخارجية بلينكين قال أنه ما عندوش مانع أنه يدعم بولندا
يعني بالخاسر من عندهم. يعني هم لو فقدوا لو ادوا 20 طياره لاوكرانيا يبقى امريكا يعني هتحب انها تزودهم ب 20 طياره بدلهم عشان الامن القومي بتاع بولندا نفسها. ولكن برضو نشوف انه برضو نزل في بعض الصحف في وول ستريت جورنال انه امريكا مش هتقدر تسبورت الاوكرانيين في موضوع الطيارات البولنديه. طبعا من الواضح انه في مش هنقول تخبط ولكن نقول في تردد، لانه امريكا الولايات المتحده الامريكيه والحزب الناتو الى حد كبير بيتعاملوا مع هذا الملف باعلى من درجات من ضبط النفس، لانه الولايات المتحده الامريكيه مش عايزه تنخرط في حرب عالميه ثالثه ومش عايزه تنخرط في حرب مباشره مع روسيا، وخاصه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين وسامعين وحاسين الاقتصاد في العالم كله وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية بيتأثر بشكل كبير بهذه الحرب، بداية من الجاز ومن المواد الغذائية وغيرهم يعني. فأنا أعتقد أنه يمكن الصبر هو المشكلة، في أن أوكرانيا عندها نوع من الديسابوينمنت أو حاسة أن هي يعني الحرب غير كفء ما بينها دولة صغيرة جدا من التعداد في الحروب قدام الدب الروسي اللي هو يعني دولة من الدول العظمى ومن الدول الكبيرة ومن أكبر جيوش العالم. ففي نوع من الإحباط، زيلنسكي بيقول أنه حاسس أنه بيواجه روسيا بدون دعم حقيقي. يعني هو في كذا مناسبة هو شكر الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها وشكر دول الاتحاد الأوروبي على تعاطفهم، ولكن في بعض الطلبات اللي طلبها ومنها هي الحظر الجوي على أوكرانيا لمنع الطيران الروسي من ضرب المواقع الاستراتيجية في أوكرانيا. هي المشكلة طبعا الطلب بتاعه very valid أو زي ما بيقولوا طلب معقول جدا ومفهوم في الوضع اللي هو فيه، ولكن هو المشكلة انه يعني فرض الحظر الطيران بيحتاج ردع. فيعني هو يعني هي امريكا والناتو ممكن يقولوا ان احنا هنفرض حظر طيران فوق اوكرانيا، ولكن لو طيران روسي طار فوق اوكرانيا مفيش مجال غير ان الطيران الامريكي وطيران حلف الناتو يعني يحاول طرد وردع تلك الطائرات، مما سيؤدي إلى حرب بين الناتو والولايات المتحدة من جانب والاتحاد الروسي وروسيا الدولة الروسية من جانب آخر. وده طبعا سيناريو الجميع يتجنبه، حتى يمكن الرئيس الأمريكي في أحد لقاءاته زمان، أنا بقول زمان ده من 3 أسابيع عشان يمكن الأحداث كتيرة شوية، قال إنه المواجهة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية معناها حرب عالمية ثالثة، لأنه لما دولتين بهذا الكبر في الجيش والتكنولوجي والأسلحة النووية والأسلحة الفتاكة وأسلحة الدمار الشامل، ده ممكن تتقلب إلى حرب عالمية. ويمكن كل الحروب العالمية اللي كانت في الفترة اللي فاتت الحرب العالمية الأولى والتانية ابتدت كده بنزعات صغيرة وبتنتهي بحرب عالمية. فيعني نتمنى أن دوت ما يحصلش، ونتمنى أنه الأمور تتاخد بشكل أهدى شوية ونحاول نصل لتفاوض. هنشوف، يمكن زيلنسكي كان بيتكلم أنه حاسس أن بوتين قرب على مرحلة التفاوض. نخرج فاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل. نراكم بعد الفاصل. ويلكم باك تو امريكان بولس، ورجعنا لكم بعد الفاصل. والحقيقه يعني ملف اوكرانيا دوت يمكن ملف كبير، ومشاكل يعني الحرب من روسيا على اوكرانيا في هذا التوقيت الحالي بتشغل حيز كبير من الاخبار العالميه، ويمكن الاخبار بتتغير، مش بنقول كل يوم بعد التاني، يمكن كل ساعه بعد التانيه، يعني كل ساعه في اخبار جديده وفي تطورات جديده. ويمكن في الايام القليله الماضيه كان في تصريح للرئيس الأوكراني زيلنسكي فلاديمير زيلنسكي مع مجلة فايس وورلد نيوز العالمية، وقال إن هو بيتوقع إنه فلاديمير بوتين
هيبتدي يقعد يجلس على طاولة المفاوضات. ويمكن زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة صورة الرئيس الأوكراني قاعد على سلالم مكتبه أو المبنى اللي مؤدي إلى مكتبه، وديت يمكن فيها رسالة يمكن يفهمها شوية بشكل كبير الإعلاميين أو من لهم باع في الميديا، أنه يعني ذا فاكت أو حقيقة أنه هو قاعد قدام المبنى بتاعه، أنه هو بيقول دوت انه بيمد ايديه للتفاوض، يعني انه خارج مكتبه، يعني بيتكلم من خارج مكتبه، يعني دوت اوتريتش او بيحاول يطلع يعني بره انه يستقبل المفاوض. هي يعني ليست حرفية ولكن زي ما بيقولوا كده لغة الميديا ولغة الشاشة ولغة الجسد يعني. وطبعا جلوسه على السلالم مع المحقق او الجورناليست الصحفي من فايس وورلد نيوز بيبين برضو يعني ليها دلالة إعلامية إنه بيتواضع أو يعني قاعد على الأرض، يعني مش بيتكلم من موقف قوة ولكن بيتكلم من موقف ديسبريت واحتياج يعني. الحقيقة يشرفني أن يبقى معنا في المداخلة الدكتور أكرم حسام أستاذ العلوم السياسية وخبير الأمن الإقليمي. أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور مايكل وسادة المشاهدين، كل سنة وحضرتك طيب، ودائما بنسعد ونتشرف بوجودنا مع حضرتك. متشكر، كل سنة وحضرتك طيب، ويا رب كل المشاهدين بخير الأيام المباركة الحالية والقادمة يعني، ويا رب تكون الايام ديت سبب ان يبقى في سلام في العالم. يعني يمكن في اضطرابات كتيره جدا في العالم وخاصه في هذا الملف. احنا طبعا يعني عايزين نعرف اللي بيحصل بالتفاصيل عشان نفهم يعني ايه اللي جاي، يعني لا عشان نعرف المستقبل لازم نحلل الماضي. فلو حضرتك تشرح لنا بقى هي فين المشكله بالظبط وازاي حصلت وتطورها على الايام والاسابيع القليله الماضيه. الحقيقة الملف الروسي الأوكراني ليس ملف جديد، هو أحد نتائج مرحلة ما بعد الحرب الباردة وترتيبات ما بعد الحرب الباردة، انفصال أو استقلال جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. لم تكن عملية الانفصال والاستقلال سهلة، وكانت أوكرانيا من ضمن أو من أهم الدول التي واجهت عملية استقلالها عن الاتحاد الروسي مشاكل كثيرة ارتباطا بعوامل كثيرة، أهمها طبعا مسألة القرب الجغرافي المباشر والأهمية الجيوستراتيجية العالية بالنسبة لأوكرانيا بالنسبة لروسيا، علاوة على يعني الموقع الجغرافي الأوكراني وتحكمه في البحر الأسود وامتلاك الأراضي الأوكرانية جزء كبير من الصناعة العسكرية السوفيتية السابقة، أيضا امتلاك الأسطول البحري الروسي كان معظمه موجود في سواحل البحر الأسود، وبالتالي عندما استقلت أوكرانيا أصبحت هذه الترسانة العسكرية هي محل مفاوضات ما بين الدولة الوليدة والاتحاد الروسي، ولم تكن مفاوضات سهلة، وأعتقد أنها يعني تركت غصة ما في يعني في الحلق لدى الروس من جراء يعني تمسك الأوكرانيين ببعض القضايا التي كانت سببا في إشعال أو في يعني زرع بعض بذور الخلاف ما بين روسيا وأوكرانيا منذ تسعينات القرن الماضي، وتم تسوية بعض هذه الملفات وحاولت الدولتان أن تفتح صفحات جديدة، لكن الغرب دخل على الخط بشكل أساسي من خلال محاولة يعني فتح علاقات مع أوكرانيا ومحاولة تشجيع أوكرانيا على الاقتراب يعني رويدا من التوجهات الديمقراطية والغربية وما إلى غير ذلك. وهو يعني هل دي كانت دعوة يا دكتور أكرم، هل دي كانت دعوة من من زيلينسكي أو الدولة الأوكرانية أو الرئيس السابق
لأوكرانيا للغرب في محاولة يعني انخراطهم في الطريق الديمقراطي، أم هو تدخل من الغرب في الشأن الأوكراني ومحاولة توجيه أوكرانيا للطريق الديمقراطي؟ يعني من وجهة النظر الروسية يعني تعتبر روسيا أن ما حدث في أوكرانيا في 2014 كان يعني تدخل من الغرب لتغيير المعادلة السياسية في أوكرانيا. لا أنا فاهم من وجهة النظر الروسية. لا. أنا عايز أعرف من الحقيقة إيه، ما هي الحقيقة؟ هو التدخل دوت كان بناء عن طلب من أوكرانيا ولا هو فرض من الغرب؟ لا طبعا بالتأكيد لم يكن بناء على طلب من أوكرانيا. خلينا نوضح الموقف، ان الناتو يعني في مرحله ما بعد الحرب البارده واستغلالا لوضع روسيا الجيوستراتيجي الضعيف في تسعينات القرن الماضي وفي يعني العقد الاول من القرن الحالي، حاول انتزاع الكثير من الاوراق المهمه من روسيا وتقزيم دورها ومحاولة حصارها في حيز جغرافي ضيق من خلال طبعا محاولة التوسع شرقا وضم دول من دول الاتحاد السوفيتي السابق إلى الحلف ونشر طبعا منظومات عسكرية وتطوير علاقات اقتصادية وعسكرية مع بلدان في شرق أوروبا ومع كذلك بلدان جنوب آسيا التي كانت يعني على تماس مع أو وسط آسيا كانت على تماس مع الاتحاد السوفيتي السابق ومع روسيا أيضا حاليا، ومحاولة تصوير روسيا على أنها قوة إقليمية وليست قوة عظمى. كل هذه العوامل كانت يعني من أكبر الدوافع التي يعني ربما أوصلتنا إلى الحالة التي نحن فيها الآن، وما وهو ما يدفعنا ايضا الى تفسير السلوك الروسي الذي يعني في بعض المحللين يعني يقفون عاجزين الان امام تفسير لماذا اتخذ بوتين هذا القرار على اساس ان الازمه كانها يعني وليده الشهرين الماضيين فقط يعني، وان هذا التصعيد الذي حدث قبل هذه الحرب لم تسبقه يعني سنوات من التوتر والصراع المستمر والعنيف والتجاذب ما بين الطرفين. وبالمناسبة الغرب لم يكن بعيدا عن هذه المعادلة بأي صورة من الصور، بل كان حاضرا فيما حدث في 2014، وهو ما لم تغفره روسيا. يعني هو طار مبيت ما بين طار مبيت يا دكتور أكرم من ما بين روسيا والغرب فيما حدث في 2014، تفتكر هل دوت السبب الرئيسي؟ وهل برضو معاهدات مينسك اللي لم يتم العمل بها كان برضو دافع آخر؟ طبعا يعني أنا تقديري الشخصي إن العنصر الصقر أو يعني محاولة استرداد من وجهة نظر الروسية يعني استرداد الكرامة الروسية أو كرامة روسيا كقوة عظمى، ما حدث من محاولات الاستهانة بروسيا بشكل أساسي والاستمرار في التوسع في المحيط الحيوي لروسيا وعدم الالتزام ببعض الاتفاقيات التي وقعها الناتو مع الاتحاد السوفيتي السابق في ومع روسيا الاتحادية في التسعينات بعدم التوسع باتجاه الدول الأعضاء السابقين في حلف وارسو، والاستمرار في الضغط المستمر على الاقتصاد الروسي بصورة أو بأخرى ومحاولة تقزيم دور روسيا ومنعها من الانتشار خارج حدودها، وكل هذه العوامل يعني خلقت نوع من الصقر أو الرغبة في الريفنج، رغبة في الانتقام يعني لكرامة روسيا كقوة عظمى. من وجهة نظر الغرب ان روسيا هي الشيطان الاعظم، ومن وجهة نظرهم ان لازم يتم تحديد قوة روسيا لان هو حليف لا يؤتمن. ده من وجهة نظر حلف الناتو. يعني هل الخطوات اللي قام بها حلف الناتو في محاولة التضييق الخناق على روسيا هل اتت برد فعل عكسي، يعني تسبب في تأزم المشكلة بشكل أكبر؟ طبعا
طبعا بالتاكيد ان الازمه التي نحن الان بصددها الازمه الروسيه الاوكرانيه، وبالمناسبه هي ليست ازمه يعني ما بين دولتين فقط، يعني نحن امام ازمه اشبه بالازمه العالميه. دعني دكتور مايكل ان اذكر او يعني اؤكد على حقيقه تاريخيه وجيوستراتيجيه معروفه في تاريخ العلاقات الدوليه. الحروب في شمال القاره، في شمال الكره الارضيه، ليست مثل الحروب في دول جنوب القاره. عندما نشاهد حروب في شمال القاره، في شمال الكره الارضيه اي في القاره الاوروبيه، فنحن امام مرحله جديده من مراحل تشكيل النظام الدولي، وهذا ما يعني نتحدث عنه ويتحدث عنه الكثيرون في هذه الايام. حرب روسيا واوكرانيا ليست حرب ما بين روسيا واوكرانيا فقط، لكن دخلت فيها اطراف كثيره. معظم الدول الاوروبيه الان منخرطه في هذه الازمه. الدول الاصدقاء سواء للمعسكر الروسي او للمعسكر الغربي ايضا منخرطين سواء بشكل مباشر او بشكل غير مباشر في هذه الازمه، سواء على المستوى الاقتصادي او حتى على المستوى المالي واللوجستي والعسكري. وفي حال يعني اتسع او طال امد هذه الازمه لسنوات قادمه ممتده، اعتقد ان دائره الاطراف ستتسع في الجانبين، وبالتالي نشهد ربما مرحله يعني غير معلوم شكلها وتوجهاتها حتى اللحظة. المرحلة الحالية مرحلة فارقة في تاريخ العلاقات الدولية وفي تاريخ النظام الأوروبي، في تاريخ التفاعلات في منطقة شرق أوروبا بالتحديد. روسيا تحاول الآن أن تستعيد كرامتها وأن تضغط على الغرب بصورة أساسية من خلال الملف الأوكراني لمحاولة استعادة الكثير من المكاسب التي فقدتها في المراحل السابقة، ولتساهم في إعادة تشكيل المشهد الأمني والجيوستراتيجي في منطقة آسيا وفي منطقة المحيط الهادي وكذلك في شرق أوروبا. وقد تسعى إلى سحب كل هذه التأثيرات إلى مناطق أخرى خارج أوروبا كما في الشرق الأوسط وفي أفريقيا وغيرها. احنا شفنا بوتين في يعني في الايام القليله الماضيه كان بيهدد بالسلاح النووي، هل ممكن يصل ب يعني مش عايز اقول العند بس يعني التحدي في انه ممكن فعلا يفعل الاسلحه النوويه حتى يصل الى ما يريد؟ يعني تحليلك ايه لشخصيه بوتين وهل ممكن يعمل دوت ولا لا؟ يعني خلينا يعني نأكد برضو على إحدى الحقائق الخاصة بموضوع السلاح النووي، يعني أو يعني بعض المعلومات إن السلاح النووي هو سلاح ردع بالأساس، وبالتالي حتى الآن لم يشهد العالم في تاريخه حرب نووية، يعني لم نشهد ذلك من قبل. ما حدث في الحرب العالمية الثانية كان عبارة عن يعني استخدام من جانب واحد، من جانب قوة واحدة وهي الولايات الأمريكية ضد اليابان، ومن خلال طبعا القنبلتين وما ترتب عليها من استسلام اليابان في الحرب مباشرة عقب هذه القنبلتين. لكن عندما نتحدث عن حرب نووية في القرن 21 فنحن نتحدث عن دمار لكامل البشرية ولدول بأكملها قد تزول من على الخريطة يعني بمواطنيها ببنيتها التحتية بكل ما تملك. وبالتالي يعني في تقدير الشخصي أن بوتين يعني والنخبة السياسية والعسكرية في روسيا على قدر كبير من الرشادة إذا استخدام هذا السلاح، وخصوصا أن طبعا لديهم تجارب سابقة، نتذكر طبعا أزمة خليج الخنازير و يعني وقوف العالم على يعني حافة حرب نووية في ذلك الوقت وتراجع الطرف. الآن يعني التهديد أو التلويح بالسلاح النووي هو مجرد يعني ردع للغرب لمنعه من محاولة يعني التدخل بشكل مباشر ومكثف في هذه الحرب. احنا شفنا هجوم على بعض المفاعلات النووية اعتقد في كاركيف
في أوكرانيا، والحمد لله يمكن الصواريخ أو النار ما وصلتش للبليتس أو المفاعلات بذاتها، البطاريات بذاتها، ولكن يعني كانت في المحيط. هل دوت وسمعنا شفنا ان روسيا قالت ان احنا ما عملناش الكلام دوت، ده الاوكرانيين هم بعض الريبلز او الناس المعارضين من الاوكرانيين هم اللي عملوا الكلام دوت. ما هي مصداقية الكلام ده، وايه خطورة ان الهجمات ديت كانت ممكن فعلا تؤدي الى تسريب شعاعي يعني في المنطقة، اللي كان ممكن يعمل مصايب زي ما حصلت في هيروشيما وناجازاكي؟ يعني مثل هذه الحوادث، يعني وقوع حرب في دولة بها بنية تحتية نووية، هي مسألة في غاية الخطورة. لذلك أنا في تقديري الشخصي أن روسيا حريصة كل الحرص على حماية هذه البنية التحتية وعدم التعرض لها لقربها بشكل أساسي من الأراضي الروسية. وبالتالي يعني اتهام روسيا بأنها قد تستهدف محطات نووية أو مراكز بحوث نوويه او ما الى غير ذلك، فانا في تقديري الشخصي ان روسيا ستكون هي اكثر الاطراف حرصا على الحفاظ على هذه البنيه التحتيه النوويه، خصوصا ان الروس انفسهم كشفوا خلال الايام الماضيه عن ان اوكرانيا ربما كانت لديها رغبه ما في محاوله يعني امتلاك او تطوير بحوث نوويه وقدرات خاصه بالاسلحه النوويه. وبغض النظر عن مدى صدق هذا الاستنتاج او هذا الادعاء على اوكرانيا باعتباره سبب من اسباب هذه الحرب، لكن بالفعل اوكرانيا هي احدى الدول التي كانت تستضيف يعني محطات نوويه ومراكز بحوث، ولديها ايضا نخبه سياسيه وعلميه على قدر يعني عالي من الاهميه ايضا في هذا المجال. لذلك روسيا واحد الاهداف التكتيكيه والاستراتيجيه لهذه الحرب هي منع اوكرانيا من محاوله تشكيل اي تهديد لامن روسيا على المستوى الاستراتيجي، سواء من خلال امتلاك قدرات تقليديه او قدرات نوويه مستقبلا بمساعده اطراف اخرى او طرف ثالث، يعني وطبعا بالاشاره بشكل مباشر الى واشنطن والى بعض الدول الاعضاء. احنا شفنا يمكن كان في تخبط في الفترة الماضية في المساعدات لأوكرانيا، في نوع من التحفظ الشديد من الولايات المتحدة الأمريكية، وده طبعا مفهوم، ومن الاتحاد الأوروبي في الانخراط في حرب قد تتحول إلى حرب عالمية ثالثة. أعتقد ان هم دلوقتي يعني سواء الولايات المتحدة الأمريكية او الناتو حريصين بشكل كبير ان هم ما ينخرطوش في الحرب بشكل مباشر، ودوت تم يعني الكشف عنه في محاولات بولندا لما وافقت ان هي تدي طياراتها لروسيا، ولكن ليس عن طريقها بل عن طريق الولايات المتحده الامريكيه. يعني بولندا على حدود روسيا وقالت انا مش هدي الطيارات للاوكراني، على حدود اوكرانيا انا اسف، وقالت مش هدي الطيارات لاوكرانيا، الامريكان ياخدوها وهم يدوها من الاوكرانيين والاوكرانيين يضربوا بيها روسيا. يعني ما هذا التخبط وما هذا الخوف؟ وبعد كده البنتاجون اعلن انه مش عايز يبعت الطيارات من قواعد عسكريه امريكيه، لان دوت هتفسره روسيا بان دوت اعلان حرب مباشر. راي حضرتك ايه في الكلام ده؟ يعني انا اتفق مع حضرتك ان الامريكان بالفعل والاوروبيين حتى اللحظه الحاليه لم يدخلوا في المعركه ضد روسيا بشكل مباشر، انا بتكلم على المعركه العسكريه، لكن طبعا هم اختاروا الخيار الاخر وهي المعركه الاقتصاديه، وهو سلاح ليس سلاحا بسيطا. يعني ما نشاهده الان هي حرب اقتصاديه شامله، إذا يعني إذا جاز لنا استخدام يعني أو استعارة مفهوم أسلحة الدمار الشامل بالمفهوم العسكري، فما يحدث الآن من جانب واشنطن وحلفائها ضد روسيا هي بالفعل حرب نووية
شامله تجاه يعني اقتصاديه شامله اقتصاديه، تجاه حرب اقتصاديه قويه يعني. اقتصاديه طبعا، شلت يعني شلت الاقتصاد الروسي. بس يعني السؤال، هل بوتين كان يعرف ان دوت هيحصل ولا لا؟ وهل كان يعني هل كان مقدر هذه العقوبات الاقتصاديه، ولا هل هو فوجئ ان العقوبات الاقتصاديه اكبر بكتير من اللي كان متوقع؟ وموضوع برضو معاقبة الشخصيات القريبين ليه اللي هم الأوليغارش اللي بيقولوا عليهم اللي هم أثرياء وأغنياء روسيا، اللي هم بيتحكموا في السياسات الروسية في العصر الماضي. يعني مش عارف هم بيقدروا يتحكموا دلوقتي ولا لا. ما يعني هل بوتين وقع في الفخ زي ما اتكتب في بعض المواقع الإخبارية، ولا هو كان عامل حساب دوت ومش فارق معاه ومش همه يعني؟ لا، أنا أعتقد إن كان الحسابات الروسية بنيت في خوض هذه المعركة على أن الغرب سيكتفي فقط بالخيار الاقتصادي، وأعتقد أن روسيا يعني ربما تكون قد رتبت نفسها جيدا، وهذا ما سيظهر خلال الفترة القادمة كرد فعل من روسيا. يعني شاهدنا بعض السياسات أو بعض القرارات التي اتخذتها روسيا بالفعل للتعامل مع منطق العقوبات أو مع نهج العقوبات الشامل تجاه روسيا. لكن ما لم يتوقعه الروس في هذه الحرب هو أن الناتو سيقف موقف واحد وجبهة واحدة. كان هناك تعويل روسي على انقسامات ما ستظهر ما بين دول الناتو المختلفة. كان هناك تعويل بشكل أساسي على موقف ألمانيا بالتحديد باعتبارها قوة يعني كبيرة داخل حلف الناتو. لكن منذ الايام الاولى للحرب تحول الموقف الالماني بشكل كامل، وكان ذلك بمثابه اول يعني خساره لاول رهان روسيا على انقسام في الموقف الاوروبي من هذه الازمه. النقطه الاخرى ايضا ان الموقف العسكري، الانخراط الاوروبي وانخراط الناتو في تقديم دعم بشكل طبعا غير مباشر حتى الان لروسيا، والإعلام بقى في مراحل متقدمة عن تقديم أسلحة. شاهدنا ألمانيا كانت تتحدث صراحة، وبعض الدول عن إيصال أسلحة نوعية إلى أوكرانيا. هذا السيناريو هو ما لم يتوقعه الروس. أيضا السيناريو الخاص بالمقاتلين الأجانب، تشكيل الفيلق الخارجي أو فيلق الأجانب كما يعني يطلق عليه، وتشجيع عملية التطوع الخارجي من جانب الراغبين في قتال روسيا من كل دول العالم وحتى من داخل أوروبا، أيضا سيناريو لم يكن في تقدير الشخص لم يكن في حسبان بوتين. أعتقد أن بوتين تصور أن السيناريو بالنسبة لعملية غزو أوكرانيا سيبنى على مسألة الغزو الخاطف أو عملية يعني تشكيل تنفيذ عملية عسكرية خاطفة يمكن من خلالها محاصرة العاصمة كييف وإجبار الرئيس زينسكي على ترك العاصمة أو مغادرتها، زي ما حصل في كرايميا كده، زي ما حصل في جزيرة القرم كده. الموضوع ما خدش وقت طويل. نعم، يعني ربما كان هذا هو السيناريو. لكن أرجع لسؤال حضرتك، لم يتوقع بوتين أنه كان هناك من الجانب الآخر يعني نفس اللي حضرتك فضلته وذكرته، فخ يعني منصوب يعني باقتدار وبحنكة من جانب الناتو ومن جانب واشنطن. وحتى الآن يعني ما نشاهده من مؤشرات كثيرة، أعتقد أن سيناريو أفغانستان الذي شاهدناه في يعني ثمانينات القرن الماضي، والذي كان هو أحد أهم الأسباب التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي السابق، يعني أشهد ملامح مشابهة لهذا السيناريو الآن فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، محاولة استدعاء المقاتلين الأجانب، محاولة تشجيع دول أخرى من خارج أوروبا على الانخراط بشكل غير مباشر في دعم العمليات العسكرية أو في دعم المقاتلين أو ما إلى ذلك. أيضا السيناريو كأنه يعيد نفسه مرة أخرى، وبالتالي بالفعل روسيا الآن في ورطة في تقدير الشخصي، وربما يحتاج صنع قرار روسي إلى مراجعة حساباته تجاه يعني مسألة الاستمرار في هذه الحرب ومراجعة أهداف هذه الحرب نفسها، سواء التي أعلنها الرئيس بوتين في خطابه أو الأهداف التي الاستراتيجية يعني المعروفة لهذه الحرب فيما يتعلق بمحاولة يعني تحييد أوكرانيا أو إعادة تشكيل المشهد الجيوستراتيجي في شرق أوروبا، أو محاولة
يعني تقليص دور الناتو وتوسعه باتجاه المجال الحيوي الروسي. هل ممكن يعند بوتين وتوصل ديت ل تيفولف او ت يعني تقلب لحرب عالمية ثالثة زي بعض التوقعات بعض المحللين، يعني ان احتمال ديت يبقى فيها نوع من، لان هو عنده الايجو يمكن عالي شوية او الكرامة، يعني كرامته لا تسمح ان هو ينسحب، فهل ممكن يطور الحرب وتقلب بقى الحرب عالمية ثالثة يعني؟ يعني هذا سيتوقف على يعني اكثر من عامل اهمها وعلى راسها طبعا استمرار الجانب الاوروبي والامريكي في الاحتفاظ بسياسه عقلانيه تجاه اداره هذه الازمه. يعني حتى الان وحضرتك يعني كنت لسه حضرتك بتتكلم على موقف بولندا من مساله استخدام الطائرات مثلا على سبيل المثال، رفض استخدام الطائرات من اراضيها، النقطة الخاصة بمثلا رفض الناتو طلب أوكرانيا بتنفيذ منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا. يعني هذه خطوات قد تبدو بسيطة لكنها ستكون في حال كانت يعني تم القبول بها أو تنفيذها كانت ستكون بالفعل مقدمة لانخراط عسكري مباشر من الناتو في مواجهة روسيا، وبالتالي يعني نتحدث يعني عندها نتحدث صراحة عن حرب عالمية ثالثة بالفعل. لكن حتى الآن الطرف الأمريكي والطرف الأوروبي حريصين كل الحرص على عدم الوصول إلى هذه النقطة، وهي نقطة يعلم الجميع أن الجميع فيها سيكون هتبقى بداية يعني النهاية للأسف هتبقى بداية النهاية وأوروبا ستدفع الثمن الأكبر يعني في حال يعني حدوث حرب عالمية ثالثة، خصوصا ان يعني مسرح عمليات هذه الحرب سيجري على الساحه الاوروبيه. اشكرك يا دكتور اكرم على مداخلتك معانا، ودايما بتشرفنا في البرنامج، وان شاء الله يعني نتمنى الخير والسلام للعالم كله. تحياتي دكتور. متشكر. اعزائي المشاهدين نخرج فاصل صغير ونراكم بعد الفاصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويلكم باك تو امريكان بولس. وزي ما شفتوا حضراتكم مع ضيفنا دكتور اكرم حسام، وان التوتر الشديد جدا ما بين الحلف الناتو والولايات المتحده الامريكيه من جانب وبين روسيا من جانب اخر يعني ادى الى هذا التنشن او الضغط في المنطقه. طبعا احنا شايفين طبعا العديد من المحاولات في العالم يعني في بعض الدول الحقيقة موقفها يعني ما اتحطت في موقف لا تحسد عليه، ويمكن شفنا ان فرنسا الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون حاول بشكل كبير كذا مرة التواصل مع الرئيس الروسي وسافر لروسيا مرة او مرتين تقريبا، وحاول انه يصل الى اي نوع من الاتفاق على وقف اطلاق النار، ويعني حاول محاولات كثيرة الحقيقة، ويمكن فرنسا كان ليها دور وما زال ليها دور بارز في تلك الحرب. لكن شفنا إسرائيل عندها مشاكل تانية، يعني إسرائيل شفنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بيسافر لروسيا، وده طبعا يعني أنا أعتقد من تحليلي أنه سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي لروسيا ليس فقط من أجل الحرب الأوكرانية الروسية أو الروسية الأوكرانية، ولكن أيضا من أجل تواجد ونهوض إيران في المنطقة. يمكن في إحنا سمعنا عن الاتفاق النووي اللي بيتم إعادة دراسته اللي تم تمزيقه من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، يعني كان في اتفاق نووي في عهد الرئيس باراك اوباما، وجه الرئيس دونالد ترامب انهى هذا الاتفاق لان دوت يعني حس ان هو اتفاق غير عادل واتفاق يسرع من تواجد ايران على الخريطه النوويه العالميه، وانه بيحاولوا وبالفعل هم حاولوا يخصبوا اليورانيوم بتاعهم بشكل كبير جدا في السنوات السابقه. ولكن يمكن دلوقتي إسرائيل عندها مشاكل، لأن لو روسيا تواجدها في سوريا هيتأثر بالحرب الأوكرانية، دوت هيبقى فيه خطورة على إسرائيل. الحقيقة يعني دول عدة في العالم في موقف
لا تحصد عليه. احنا نشوف لما الرئيس الوزراء الإسرائيلي راح يقابل فلاديمير بوتين، يمكن يعني لم يعلن كثير عن عما تم في تلك الاجتماعات وفي هذه الزيارة الحقيقة المفاجأة في وقتها وفي يعني في مكانها، ولكن كان من الواضح انه في توتر في إسرائيل وفي خوف من صعود إيران كقوة نووية في المنطقة، لأن لو إيران حصلت على السلاح النووي يمكن كانت من أهم أجندتها هي فناء دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة. طبعا يعني شفنا برضو مقالات بتتكلم عن إن turning diplomacy into religion، لما إسرائيل سمعت على النيوكلير ديل أو الاتفاق النووي مع إيران بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، طبعا دوت بيؤثر على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية بشكل كبير، لأن إسرائيل في المنطقة بجانب إيران وعارفة قد إيه أن يعني إيران هي من أكبر الدول الداعمة للإرهاب في المنطقة، وقد إيه دوت خطر على التواجد الإسرائيلي في المنطقة بشكل كبير. يعني الحقيقة يعني خريطة بتتعقد. شفنا كمان أوبيد في لوس أنجلوس تايمز بيقول reviving Iran nuclear deal is a start but a lot has changed since 2015، يعني بيقول انه مجرد صعود ايران مرة تانية مش يعني او الوصول لاتفاق مرة تانية مع ايران دوت مش اخر المطاف، يعني ده للأسف اول بداية المشاكل. يعني اعتقد ان العالم كله محتقن بشكل كبير جدا. اعتقد ان الفترة الجاية هنشاهد احداث اكثر عدوانا من بعض الدول. اتمنى ان دوت ما يحصلش، اتمنى انه يتم حقن الدماء بشكل سريع جدا، اتمنى ان الجميع يعني يدرك خطورة ما يحدث ليس فقط على بلادهم بل على البشرية باكملها. يعني ان شاء الله يا رب دايما الخير لكل العالم وكل الناس تبقى في سلام. احنا ضد الحرب وضد الدمار وضد الموت الناس اللي الحياة يعني الناس بتموت ضحية بلا سبب يعني. ونتمنى ان شاء الله يمكن في الحلقة الجاية نقول اخبار كويسة انه يتم الوصول للاتفاق، ولكن يعني قراءة للمشهد ولما يحدث اعتقد من الصعب. يعني ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج النبض الامريكي. تصبحوا على خير.